اعتذر على ذاك الفيديو اللي فيه تخسر الهضره، ولكن هذا الشيء درته بدون شعور. تشوف خوتي تيتاداو، ما نخليش انا خوتي يتاداو، هما مغاربه ما نخليهمش يتاداو، واخا نعرف انا تادا حيت نتوما يا الفاسدات ماشي عيالات كاملين. المهم 50% و50% زوينه و50% خايبه، هما اللي تتادي عباد الله. دابا الدري تيتصاحب مع البنت يومي تتشوفوا موطور تتشوفوا العاقه، ها راه عند فتيحه شوافه قد دي ليا، غدا تجيك بلازما وغدا تجيك ثلاجه، تتادي لها الواجب. الا درنا هنا هذا منكر، هذا حنا حاربنا المنكر. انتوما اللي خليتونا نديروا هذا الشيء هذا، حيت كون ما كنتوش انتوما تديروا هذا الشيء هذا ما نديروش حنا هاد الفيديوهات. كون كنتوما محترمين وملتزمين ومتابعين طريق الله ما غاديش ديروا هذا الشيء هذا. من ثم تتوصلوا لهنايا حتى حنا وصلنا لهذا الفيديو هذا. وشكرا، تعتذر لخوتي اللي سمعوا تخسر الهضره، الله يرحم لكم الوالدين، سمعوا لي بزاف. وهذا الشيء هذا، وهذا الشيء هذا درته في طريق ديال الرجال اللي تيتاداو، مو تتعاني معاه مسكين مضرور مثقف محمق ما عندوش عقله مسكين، ما تيباتش في الدار. اغلبيه دابا تدق في الدار ما تتلقاش، ما تتلقاش الدراري البير ديال ولاد الحومه، كلشي مسكين حما. واحد كان سميتو مسكين جلال، جلال ها هو في الحومه هنايا، قراي اكبر قراي عندنا في الحومه، راه كاملين تيعرفوا هاد الناس قدام، فهمتيني؟ جلال حمقوه جاو عند السيده هذه.